إقبال كبير تشهده محطات الوقود ومراكز تحويل السرغاز الموزعة عبر الوطن، حيث وصل عدد المركبات التي تم تحويلها إلى السرغاز أو جي بي إل حوالي 500 مركبة يومياً. الزيادة التي أقرتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2018 ودخلت حيز التنفيذ مع بداية السنة الجديدة لا زالت تلقي بظلالها على القدرة الشرائية للمواطن. باسكو جي بي خرج علينا خير من ليسونس، ليسونس زادوا فيه ولا غالي، جي بي اللي سافا يساعدنا مليح. اقتصادية اقتصادية بزاف. تمشي بها تعمر البلاد تمشي بها 4 أيام، صاديبون على واحد كيشحال يمشي، صاديبون كاين اللي يمشي بزاف كاين اللي يمشي شوية، مي أنا نقدر نمشي بها بين 3 أيام حتى 4 أيام. جي بي باسكو سي ايكونوميك. احنا ليسونس غالي علينا. السبب الاول للجوء اصحاب سيارات البنزين نحو الجي بي ال هو سعره الجد منخفض والذي يقدر ب9 دنانير، غير ان نقص مراكز تحويل السرغاز وتباعد المواعيد ارق كثيرا اصحاب المركبات. جي بي ال باسكو ما كانش باش يروح يدير جي بي ال لازم يدير رونديفو تاع 6 موا ولا اكثر، ما كانش ولا اللي يركبوا بزاف جي بي ال هذا ما كانش نقص. انا درتها في نفطال ضربت باقي لها شهرين ولا 3 أشهر باش لحقني التور. لي ستاسيون هادوما ما كاش بزاف على الاخر. كاين وين تبقى فلاشان شويه بزاف هذا ما كان لازم يزيدوا في لي ستاسيون باش يحلوا شويه. باش ما يكونش لاشان بزاف باش ما تكونش الازمه. يبدو ان رفع اسعار البنزين ل3 مرات في ظرف وجيز اثقل ميزانيه اصحاب السيارات الذين فضلوا جي بي ال، ما يرشح ارقام السيارات المزوده بهذا النظام الى الارتفاع.